يعني المشكل الكبير قاعد يتيك في اللي هو الدفع الالكتروني، يعني يكون كاين الحل ويكون كاين الدفع الالكتروني راح ينقص الروتور، راح بزاف امور يتحسنوا. هذا مشكل. وعندك ولايه الصحراء شويه التوصيل ثقيل، يلحق حتى 7 ايام 8 ايام، وايماجيني تبعد كولي قعد 7 ايام باش يوصل، قادر يولي روتور 15 يوم باش تريكيبيري الكولي ديالك. مي انا نشوفه تطور كبير بارابور السنوات الماضيه، وكاين مشاكل اخرى.